والله فيه فيه فيه, فيه, فيه أفكار فيه أفكار فيه مبادرات وفيه مش إلا بالقاسم حبة كل هذا الخبراء الكريم وكوكبة، ولكن رأيي هي غير كافي، لازم تفكير معمق ويكون خطة ويكون دعم سياسي لهذا الدراسة ودعم سياسي قوي، لأن ما يخفاكش هذا الشريحة من الخبراء ومن هما جزء لا يتجزأ من المعرفة من الكفاءات المعرفية الداخلية. أنا دائما أتحدث على الحدود الجغرافية، حدود الجغرافية بما يخص المعرفة والكفاءات، مش الحدود الجغرافية اللي نشوفها في الخارطة. حدود جغرافية تفوت من كندا وتفوت سويسرا وفرنسا وطليان، هذه هي الجزائر المعرفة، يا أبعد بكثير من الجزائر السياسية. هذا البرنامج برعاية شركة بروتيليس لمواد التجميل. بروتيليس، الجمال للكل. زاير تيوب، أول قناة إلكترونية في الجزائر.